30 خيمة، 30 خيمة وفقنا الله فيها والله العظيم العظيم. هاي قلت لي خالد راهم عندنا في المقر شي 30 خيمة نسقوا بيناتنا باش الحاجة اللي كاينة ما نكثروش منها. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة، بارطاجيو معنا هذا البث، الله يجزيكم بخير. البارح كنت قلت لكم بالليل أنا غادي يطلع معنا واحد الأخ من داك أحد الدواوير اللي ما وصلتهاش المساعدات، وحنا إن شاء الله قررنا بإذن الله أننا غدا إن شاء الله غادي نمشيو. وقال لي الأخ كما قلت لكم من قبل خصهم الخيام القياطن الكنديات، يعني سواء تحتوي واحد ولا زوج ولا ثلاثة ما يهمش الحجم ديال الخيمة أو القياطون، واضح؟ دابا حاليا غادي يطلع معنا هو في بث مباشر وغادي يتكلم هو، يقول يعني باش تعرفوا بان حقيقة ما وصلهمش الخيام وما وصلهمش الكوش وكثير من الاشياء، يعني نقدروا نقولوا حتى 80% ديال الاشياء ما وصلتهمش. هذا كنهضروا على الدواوير اللي ما وصلتهاش للمساعدات، واضح؟ دابا هو غادي يطلع معنا، وقبل ما يطلع معنا هو انا في الانتظار ديالو باش غادي يبعث لي ويطلع معنا، بغيت نقول لكم الله يجزيكم بخير، نشروا هذا المقطع. اي واحد موجود هنا كيسمعني، إذا كانت شي أخت أو أخ كاين معايا الآن في هذا البث هذا، ماشي ضروري أنك تكون موجود ساكن في وجدة، تقدر تكون ساكن في وجدة وعندك أصدقاء ديالك في الصفحة ديالك، أو أختي عندك صاحبتك هنا في وجدة أو عائلتك هنا في وجدة أو قريبة. المركز ديال أسواق السلام غادي يكون مفتوح، وأي واحد بغى غدا بإذن الله أو بعد الغد يجيب كاشة، لو كان شوف إلا الله عز وجل ما مسكش عليك وما قدرتش تعاونهم، حنا طالبين غير كاشة، كي كيقولوا لها باللغه ديال بطانيه، مانطا، كاشه. لو كان كل واحد نديروا حنا مثلا 100 واحد غادي تجيبوا لنا كل واحد يجيب لنا بطانيه كاشه، 100 كاشه غادي نجمعوا، غادي نقدروا نسدوا الحاجيات ديال بعدا قريه ولا نص قريه، ولا نسدوا الحاجيات ديال 10 ديال البيوت، واضح؟ فبغيت نقول لكم كل واحد معايا الان في هذا البت هذا بارطاجيو هذا البت، واي واحد كاين في وجده كيعرفني يتواصل مع الاستقبال ولا يبحث على الارقام ديال الاستقبال في الصفحه ديالي، انا غادي نزيد نحطهم لكم هنايا. كتب لي الارقام ديال الاستقبال اللي فيها 64 في التالي، اللي فيها 19 في التالي، بزوج اللي فيها 64 نكتبهم. اصبر هادو هما الارقام اللي تتواصلوا معاهم، هادو هما الارقام اللي غادي تتواصلوا معاهم ان شاء الله باذن الله. اي واحد قدر الله عز وجل نزل عنده هاك، شد هاك 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 نزل عنده، راه لتحت كيستنى مانيش عارف، المهم غير نزل عنده. اي واحد قدر الله يساعدنا، فالامر بسيط جدا. انا كنتكلم انا هادشي كله ما دايروش على كل شيء، انا غير القريه اللي فيها هاد الاخ اللي كيشتغل معايا هو اللي تواصل معنا، قال لك المساعدات ما وصلتناش، فانا كنتكلم نيابه على هاد الاخ، ما كنتكلمش على شي واحد اخر، هو وشي جوج ديال القرى كاينين قدام، شي جوج ديال القرى اللي كاينين قدام، مجموع ثلاثه ديال القرى هادو ما وصلهمش مساعدات، انا متاكد. ولا غادي يطلع معنا الان في البت، راه ما عرفش يصيفط وقيله الاكل وصلهم، ولكن الغطاء الاكل وصلهم، الغطاء والخيم ما وصلهمش، الافريشه والغطاء ما وصلهمش. احنا غادي نمشيو عندهم ان شاء الله باذن الله، وغادي يتعرضوا لنا وغادي نعطيهم هذه الاشياء. فالله يجازيكم بخير. مطلوب امر صغير، كل واحد معايا الان في هذا البت كيسكن في المنطقه الشرقيه او عنده شي واحد كيعرف في المنطقه الشرقيه، كاشه جيبها للمركز ديال اسواق السلام، تكون مغلفه في واحد الميكا، واخا تكون قديمه ما بغيناش داك الشيء جديد، واخا تكون قديمه غتغلفها وغادي تجيبها للمركز ديال اسواق السلام، تغلفها وتجيبها لنا المركز تاع اسواق السلام، تحطها في المركز ديال اسواق السلام، وجزاكم الله خيرا. محمد الله يجازيك بخير، تواصل مع الاخ الشرع من تما، اشرح له كيفاش يدير باش يعيط لك، الله يرضى عليك. راك تسمعني؟ شوف اصبر، عطيني الهاتف ديالك. قال لك ما كيطلعليش في النصول. لا لا كاين لتحت، اشرح له من تما. غير اشرح، راك تسمعني الشرع، غتلقى ما عرفتش دابا خصني شي تليفون واحد اخر، عطيني دير اللايف، شي واحد يدخل اللايف، على اللايف. شوف حسين، ركز معايا حسين، غادي تجي لهاد البلاصه هادي وتوطى فيها،
تحطها فيها بحال هكا، إرسال الطلب، صافي، واطلع معايا. الإخوة الله يجزيكم بخير، بارطاجيو هذا البث. أي أخت معانا هنايا راه تلقاي عندك شي صديقة في المنطقة الشرقية، احنا ما كرهتش أنا غدا إن شاء الله بإذن الله الأفريشة اللحوفة والكوش، بغيت واحد الكمية كبيرة، احنا عندنا واحد الكمية الحمد لله، ولكن بغينا ان شاء الله باذن الله واحد الكميه كبيره تكون في المستوى باش كي نمشيو ان شاء الله باذن الله ما كرهناش نسدو الحاجيات نتاع هذه القريه هذه ولو غير قريه واحده، صافي. فغدا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله غدا في الصباح نلقى واحد الاقبال كبير من الاخوه والاخوات، وما كرهتش نمشي للمركز ديال اسواق السلام ونلقى كميه كبيره ديال الكوش وكميه كبيره نتاع اللحوفه. انا اعلم ان المساعدات ما شاء الله والخير موجود والمغرب تعاون والخير موجود، اللهم بارك وزد في ذلك، ولكن انا كنتكلم غير نيابه على هذه القريه. حنا شوف حنا ما قلناش حنا غادي نديروا شي انجاز عظيم، حنا عندنا غير هذه القريه ما وصلتهاش المساعدات فقط لا غير. هذه القريه هذه الصغيره ما وصلتهاش المساعدات، بغينا ان شاء الله باذن الله توصلها المساعدات. راني شرحت له مازال ما عرفش، مازال ما فهمش. حنا بغينا غير هاد القريه الصغيره توصلها المساعدات، والمساعدات ماشي اكل، ما محتاجين لا فلوس لا اكل، محتاجين كوش وخيام. عندك خيمه في المنزل ديالك جيبها للمركز ديال اسواق السلام حطها. ما تقربش لا ما تقربش الصوره، الناس فين كاين فين بايتين بالضبط؟ فهمت؟ انا وريتهم حطيت هاد الصوره هادي، الناس راه كتبات في الزنقه، بايتين في الزنقه وريتهم هاد الصوره هادي حطيتها كما هي، الناس راه كتنعس في الزنقه، الاطفال كينعسوا في الزنقه. على الاطفال والنساء، واه انا هيك على الاطفال والنساء. بارطاجيو هذا البث خصوصا في وجده، اي اخ طالع معنا الان بارطاجيو هذا البث هنايا في وجده، المجموعات ديال وجده بغيت هذا البث هذا يتبارطاجا، ما عنده على الاقل بخدمتي لا ما محتاجين منه لا فلوس لا حتى حاجه، ما كنجمعوش اموال وما كنجمعوش طعام، حنا كنجمعوا بطانيات كوش ولحوفه اغطيه افريشه، هزوهم وجيبهم للمركز ديالي اللي في اسواق السلام، تواصلوا مع الاستقبال ولا مع الارقام اللي حطيناهم ولا مع اي رقم كاين في الصفحه ديالي. اي اخ كيسمعني ما عندكش، انت انسان فقير وعندك ثلاثه ديال الكوش في دارك، هز كاشه من دوك الكوش او الحاف من دوك اللحوفه وجي ولمطهم في واحد الميكا وهزهم وحطهم في مركز ديال اسواق السلام فقط، ما تجيبوا لنا والو، ما بغينا لا كسوه لا لا فلوس لا طعام، بغينا غير الكوش والبطانيات. الله يجزيكم بخير، انا كنعول عليكم ان شاء الله ما تحشمونيش. دابا راه معايا 150 واحد طالعين، لو كان 100 واحد من هذا الكم اللي راه طالع معايا يجيبوا لنا كاشه كاشه والحاف الحاف، تخيلوا معايا الكميه اللي غادي نديوها، راه غادي نسدوا الحاجيات ديال البلاد، قريه كامله غتسد الحاجيات ديالها. السلام عليكم الاخوان. دابا المشكل اللي تعرضنا له هو ان وفقنا الله شرينا واحد الكميه محترمه، ولكن ما المشكل ان ديك القريه ماشي غير بوحدها، حداها جوج ديال القرى. بالنسبه لديك القريه نقدروا نغطيو دوك الحاجيات ديالها، ولكن حنا ما كرهناش دابا وفقنا الله وغادي ندور الدبار حتى لمراكش، فهمت يعني الطريق طويله ماشي، دونك ما نكرهوش. حنا غادي نشوفوا شي ترونسبور ان شاء الله الرحمن الرحيم اخر، وناخذوا واحد الكميه اللي محترمه بزاف يستفد منها هذه القريه اللي هي كما نقولوا لوبجيكتيف ديالنا اللي هي الهدف ديالنا، وحتى دوك جوج ديال القرى المجاوره لها، لان الاخ يشتكي من الحال ديال القريه اللي فيها والقرى اللي حداها والقرى اللي مجاوره، واخبرنا ان 6 ساعات ديال الطريق على رجليه على الاقدام، يعني شكون اللي بغيتي يوصلهم؟ ما يمكنش. والمسافه يلاه 50 كيلومتر، هضرت معاه البارح مع الزوج كان دار الديبار من القريه ديالو باش طالع لمراكش، يعني مع الزوج قلع من ديك القريه هذيك، ما وصل حتى داز المغرب، عاد قال لي راني يلاه وصلت، يعني 50 كيلومتر. شوف المعاناه اللي عليها هذا السيد هذا بالضبط. دونك داك الشيء علاش يعني ناهيك عن القرى اللي عاد بعيده، يعني القرى اللي مور القريه ديالو. دونك هذاك الشيء علاش الله يجازيكم بخير وتعاونوا معنا. فهمتي؟ وما يعني حنا ما شوف حنا ما غاديش، حنا ماشي جمعيه كبيره او هذا الصديق ديالنا كيعمل معنا وهو اشتكى من الوضع ديال القريه ديالو، يعني مصدر موثوق. انا كنستنى غير يبعث لي طالب، علاش راني معطل شويه؟ راه ما عرفتش كيدير يبعث الطالب، ما بغاش يطلع. ما يمكنش. ما عندكش كيفاش دير تعيط له؟ غادي نحاول، اصبر نشوف. ما عندكش كيفاش دير تعيط له؟ ها هو طلع، ها هو طلع عندي مزيان، ها هو طلع. اعيد، راه وصلني الاشعار ديالك، عاود الارسال، عاود حسين، عاود الشرع. فهمتوا؟ حنا الهدف ديالنا نمشيو لديك القريه مباشره، ما غادي نمشيو نحطوا هاد الحوايج لا عند الناس، ما غادي نصوروا ونديروا الضجيج. ما حنا الحمد لله عندنا واحد الكميه محترمه، اللهم لك الحمد، عندنا كميه محترمه نتاع الاشياء، ولكن حنا واقفين دابا على الكوش والخيام. فالله يجزيكم بخير، اي واحد معنا هنا في وجده بارطاجي هذا البث غير في وجده،
في بركان وجدة الشرق، وما كرهتش غدا بإذن الله الكوش، لأن احنا هاد الشيء ما غاديش يتعطى لواحد الجروب ولا جمعية ويديوه ويفرقوه على المزاج ديالهم على الناس اللي بغاو. احنا غاديين للمكان متأكدين تأكيد يقيني أن ما عندهمش. احنا غادي نحطوا هاد الكوش وهاد الحوفه وهاد الخيام، غادي نحطهم عند واحد الناس مقصوده يعني محتاجينهم 100%. يعني ماشي غادي نحطوا دوك حوجو نمشيو باش نصوروا ونبينوا، احنا غادي نمشيو لديك البلاصه نحطوا هاد الاشياء وغادي نوليو، وحنا عندنا يقين ان ديك الاشياء غتوصل لواحد الناس حقيقه محتاجينها 100%. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، بغيتكم تبارطاجيو هذا البث، وبغيت ان شاء الله باذن الله نلقى منكم واحد الدعم قوي، وغدا المركز ديال اسواق السلام اللي يقدر يجيب ليه الكوش يجيب. الارقام ديال الاستقبال ها هما، فيهم الرقم ديالي الاخير اللي فيه 60 في الاخير. الله يجازيكم بخير. الحوفه الكوش دابا كاين خاص اصراحه المشكل، حتى الا مشينا نشريو ما كاينش منين نشري. احنا نقولوا هذا العدد، احنا نقولوا هذا العدد كاع اللي كيتابعنا خالد، غير 100 واحد يجيبوا لنا الحاف من المنزل ديالكم، ما تشريوش جديد من المنزل ديالك، من الابناء ديالك هز الحاف وكاشا ولمطهم مزيان، طويهم مزيان باش يولي الحجم ديالهم صغير، وجيبهم وحطهم. رجعت 100 الحاف، رجعت 100 الحاف و100 كاشا. حنا الحمد لله كاين الكسوه، كاين واحد ديال القياط المحترمين، كاين يعني ما نكرهوش حنا جوج طال لي ترونسبور يمشيو منا، ولا ثلاثه طال لي ترونسبور يمشيو منا، يعني ما غاديش يكون عندنا مشكل. يعني بما الحمد لله ولاد الناس بزاف والمتطوعين بزاف واللي باغيين يجريو في هذا الخير بزاف، دونك هذا الشيء علاش بغينا نوفروا واحد الكميه محترمه. الا كنا غادي نقلعوا بترونسبور واحد نقلعوا بزوج، ولا وفقنا الله نقلعوا بثلاثه، ولا وفقنا الله نقلعوا بقافله. راه الحمد لله كل شيء محتاج، راه منطقه على قدها، ماشي 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 بلاصه وحده ولا زوج ولا ثلاثه، هذا هو اللي كاين. الله يجازيكم بخير. كيف نعاودوا، راه الا كل واحد فيكم جاب غير واحد الكوبيرتا من الدار ديالو، المانطا بالمفهوم ديال اللي تفهموا العاميه، واحد المانطا واحد الحاف، والله العلي العظيم الا راه كافي كيفي، راه ما ماشي بالضروري غير الناس اللي في اللايف. ايه غير عندنا بادرنا تبارك الله، راه واحد الكم عرفتو نورمال مرخصين هبط لتحت باش نصور لكم داكشي اللي راه موجود بجهد الله، هذا هو اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين. راه كنستناو دابا غير الاخ يطلع باش 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 يقدر يقربنا من الصوره اكثر، وانتم حاضرين وانتم كاينين، لانه هو راه في عين المكان بالضبط، راه في عين المكان دابا، راه المشكل ديالو ما عرفش كيفاش يدير، ولا ما طلعتلوش، ولا ما عنده شي مشكل. بعثنا له قبلته مازال ما رد عليا، ما ريبونداش. محمد نقدروا نعيطوا له؟ هو غادي غادي يبعث لي، خصو يطلع معاه. السلام عليكم. الحمد لله شكرا. ولا صافي نقلنا داك الشيء، الله يجزيها بخير دليلة. صفت شي ناس تعاونوا وقيلة معهم، وجات واحد ترونسبور هز داك الشيء. الله يجزيك، بارك الله فيك، راسلك وداك الشيء. شكرا، جزاك الله خير. السلام عليكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. سمعتكش مزيان. هو رسل لي، انا غادي نقبله وقول له هو يقبل. شوف هو معايا. هو حتى انا راه رسل لي وانا قبلته. صافي انا غادي نقول له يدخل، قول له يدخل. دخل دخل دابا، هو غادي اكسبت يدخل. تغطية شوية قليلة. خصو غير يقبل، انا بعث له خصو يرد عليه. هو صافي فهمتك. طلب الله تكون الكونيكسيون مزيانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سي محمد، حياك الله سي خليل. الله يحفظك. حيا الله جميع المتابعين قناة الشيخ سي محمد وكيد. تفضل خويا حسين، حكي لنا الخصائص اللي راه خاصكم تما، ولا قدرت تصورنا فيديو، لاني عارف ان الشبكه عندك ضعيفه بزاف، لا قدرت دير لنا شي فيديو الناس اللي ناعسين في الزنقه، وقلنا الاشياء اللي وصلوكم والاشياء اللي ما وصلوكمش. ان شاء الله دابا سي محمد كما قلتي سميتو، الشبكه ضعيفه بزاف بزاف، داكشي علاش تاخرت في حتى في البث. الشبكه كانت تحول بين هنا وهنا، عاد جدات ليها دابا شويه. بالنسبه للاوضاع ديال السي محمد كما كتعرفوا، اقليم تيجوا هنا وجهات مراكش كامله الحوض متضرره
بزاف بزاف من هاد الزلازل. وحتى حنا القرية ديالنا والبلدة ديالنا من البلدان اللي تضرب هاد الزلزال. زيل الله يطمن بكم، ثم سمعنا بأن الناس متضررين بزاف من ناحية السكنة. دابا الناس هنا دايرينها في الزنقة، كيبقاو في الزنقة وكيضلوا في الزنقة وكيطيبوا في الزنقة وكلشي في الزنقة بدون. دابا الديور ما بقاش مأمنة، الدار دابا ديالنا اخوي خاصين بزاف الديور. حسين كتسمعني؟ أنا كنسمعك بعد كنسمعك. الصورة راه مقطعة بعدا. قول لي يا حسين، الأكل وصلكم والغطاء والخيام والكوش ما وصلكمش؟ الغطاء والأفرشة والخيام باقي، ما أما وصلكم؟ فيما يخص المواد الغذائية، فيما يخص المواد الغذائية جا بعد شوية ماشي بعد الحمد لله، جا شوية بخير الحمد لله. يعني المواد الغذائية كاين، الخصائص اللي كاين في الخيم وكاين في الكوش بالظبط، والأفرشة بصفة عامة. أيوة والأفرشة بزاف مازال الله ما يجزيك خير على الخيام وصلتش اللي خاص لهذا؟ النار. لا باقي لا مازال ما وصل والو، وخصوصا دابا الناس كما قلت لك هاد اليومين كان البرد بزاف بزاف والشتا على الابواب، الناس في حاله هلع وخوف، الناس تخوف بزاف ديال الشتا، ما كاين لا خيام لا غيطان لا والو. الله المستعان، هذا الشتا كان بس محمد راك، والناس راه غيعرف راه غيحكي واحد بيت الزنقه في البرد راه فهمتك. والاطفال تما كينعسوا في الزنقه حسين؟ ده اسمه مدار اصلا كان اساس الزنقه كل شيء كينعس في الزنقه، الاطفال النساء كل شيء كينعس في الزنقه. كل شيء اسمه مدار، كنت ارى كل ما قلت لك ربي ما بقاش مأمنين. نعم الشبكه جدا ضعيفه. مهم كتسمعني محمد، انا كنسمعك ولكن معليش تنسى. وقول لي الأطفال عندهم الملابس، جابوا الملابس للأطفال، كاين ما يلبسوا الأطفال؟ لا قسم محمد لا، ما جابوا لهم والو لحد الساعة، يعني ما كاين لا ملابس، لا خصص في الملابس، كاين خصص في الملابس ديال الأطفال وكاين خصص في الأفريشة وفي الخيام. نعم قسم محمد إذا هذه القرى راك تهضر على القرية ديالك، تقدر تعطيني السمية ديالها، تذكر السمية ديالها بوضوح إذا كان معنا شي واحد. محراج اسمه زاويات المرندة، زاويات المرندة جماعة قماسة إخلم شي سوا، عاود عاود زاويات المرندة، زاويات المرندة جماعة فرقة قيادة نجار إخلم شي سوا. الله يجزيك بخير، الله يحفظك. اصلا الصوره مقطعه راه اخويا، يمكن بالنسبه لي بس، بالنسبه لي بس فيه مشكل بصفه عامه، اسمع بالنسبه للبسه، يعني حتى النساء يمكن ما عندهمش ما يلبسوا تما ولا شي حاجه. لا نعم ودي اسمع النجاح، فالناس راه على قد الحال، صافي جاز صافي كمل القضيه حيت دابا غالبا غتكون كسوت تردمات، غتكون الحاجيات ديالهم غيكونوا كلهم تردموا بداك التراب. ايوا جاز الشيء اللي بنقول لك اسمع، حيت دابا كاين تربات ديال الدار وتربات على مثلا على بيت النعاس، ولكن الناس ما بقاوش كيفكروا في البناء وداك الشيء، دابا الناس كيفكروا غير من البرد. خصوصا دابا الناس بغيت نسولك واحد، هذا سؤال شخصي، بالنسبه للطريق، بالنسبه للطريق مطلوقه دابا؟ الحمد لله دابا سمعنا هذا الطريق مزيان الحمد لله. لا دابا دابا لو وفقنا الله نقدروا نوصلوا لعندك ديريكت، البوزيسيون ديالك البلاصه ديالك. سمعنا دابا الحمد لله الطريق مزيان دابا، واه يعني ما غاديش يكون عندنا مشكل. من البارح كنت هضرت معاك شويه قلت لي اودي غادي يكون مشكل في الطريق. لا دابا الحمد لله القضيه ميسره بخير وعلى خير الحمد لله. بشحال دابا بشحال بيناتكم اخويا الحسين بينكم وبين مراكش من كيلومتر بالضبط؟ تقريبا 55 65 كيلومتر. 65 دونك واحد صفر. اللهم يسر، وفقنا الله الرحمن الرحيم. الى وفقنا الله الرحمن الرحيم غدا مع 12 نتاع الليل نتلاقاو تما. صلاه الدس محمد جزاكم الله خيرا، الله يكرمك الله يسهل الامر، الله يسهل الامر. دائما معنا الحسن، بارك الله فيك وان شاء الله باذن الله ربي ييسر، والاخوه راهم سمعونا الان في هذا البث وانا بالنسبه ل... يمكن دابا حاليا كياكلوا غير معلبات ياك الحسين؟ نعم ودي سمح دابا، نعم سمح دابا 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 الماكله، خالد اللي كيهضر معك. بالنسبه للماكله دابا، دابا الحوايج اللي كتقتاتوا منها، اللي كتاكلوا منها دابا حاليا، واش كتاكلوا المعلبات ولا كيطيبوا ولا شنو؟ حيت الا كانوا يطيبوا دونك خصنا نجيبوا لهم معنا مستلزمات ديال الطياب، فهمتني؟ نعم سمح لنا دابا. لا دابا اليوم بداو الناس كيطيبوا، دابا القضيه بدات شويه الحمد لله، المهم
وبالنسبه لكم الالتزامات ديال الطياب كاينين؟ الحمد لله. لا دابا الناس بداو كيرجعوا شويه بشويه عندنا شحال قدهم ياكلوا على المكنه تاع الزنقه وداك الشيء دوك المعلبات كاين اللي كيضرهم كاين اللي كيضرهم فهمتك. كتعرف الناس ديال الباديه ماشي بحال المدينه. واضح. دابا مطلوب الدكتور سمح ما تجيش الرؤيه غير واضحه حيت سميتو الشبكه ضعيفه. معليش قدر الله ما شاء، انا كعطيتني شي فيديوهات اعتذرت لها في واحد الوقت متاخر ما لقاوش اقبال ما يهمش. دابا هذا البث هذا الناس اللي موجودين بغيت غدا ان شاء الله نلقى واحد المساهمه كبيره منكم، والمركز ديال اسواق السلام مفتوح، بغيتكم تديو له الكوش واللحوفه والاغطيه والملابس ديال الاطفال، ما بغينا لا فلوس لا غير فقط هادشي اللي كاين. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك حسين والسلام عليكم. المهم هذا هو ديال الرساله ديالي. عندك شي حاجه بغيت تقولها نختموا بها؟ الله يجازيك بخير، عاودنا الاسم ديال المنطقه باش نكتبوه في اللايف. الله يجازيك بخير. حسين الشبكة سير حمدين، حاول ما تحركش من بلاصتك، حاول ما تحركش من بلاصتك، وعاودنا الاسم ديال المنطقة بالضبط. الله يجازيك بخير باش هكا نكتبوه في الله، حيت ربما كاين اللي عنده مساعدات مباشرة. نعم كان الاسم دوار و دوار زاوية مرمضة. اسمح لي اسمح لي ابقى معاك. زو دوار زاوية مرندة. زاوية مرندة. مرندة. نعم. المرمضم. صافي واضح. زاوية المرمضة زيد. جماعة فروقة. جماعة. فروقة. جماعة فروقة هكا. فروقة. فروقة. جماعة فروقة. و. يقلم شي شهوة. يقلم شي شهوة واضح. مزيان. هكا يبقى عندنا باش نركزوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. خلاص اسمح لنا حتى الاخ دابا يكتب لك اسم الدوار في الكومنتير تفضل فيه ولا شي حاجه. واخ غادي واخ انا كوبي وصيفط لكم كاع فلوس. وشكرا لكم السي محمد الله يجزيك بخير الله يكرمك. بارك الله فيك. اللي ساكنه وجده وكذلك جميع المتابعين متابعين عندك. الله يسهل امرك ابا الحسين الله يشوفك الله يفرج عليكم. اللهم امين. والله ليلى طيب الحسين وبقوا على تواصل ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحييك. الله يسلمك. صافي الاخوه الارقام ديال الاستقبال موجوده، المركز معروف، اللي تلف يسول. بغيت غدا ان شاء الله نلقى منكم واحد الدعم كبير، نلقى واحد المساهمه كبيره في الافريشه الاغطيه الحوفه الكوش فقط لا غير. ما بغينا لا ماديات لا فلوس لا اكل حتى حاجه، محتاجين الاغطيه والخيام. جماعتك ماسك اسماء غريبه نطلب الله يتفرج عليهم. يومكم طيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي ان شاء الله في بث اخر. السلام عليكم.